السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي، في الفيديو السابق نسيت أن أشرح بعض الأشياء، وهي مثل البحث بالكلمات المفتاحية. كما ترون هنا، رتبت بالشرط، يعني أتيت هنا ضغطت على الشرط وهي تظهر هنا. أردت أن يظهر فقط الإعلانات التي فيها شوب ناو، أتيت إلى هنا واخترتها. هذا فقط الإعلانات التي ظهرت بين 24 ماي و29 ماي، يعني اليوم، فضغطت عليها. من هنا بعدها كتبت كلمة كات، لأني أعرف أن هناك العديد من المنتجات التي تظهر كل سنة أو كل بضعة أشهر للقطط، فكتبت كلمة كات هنا، ضغطت على بريفيو، ظهر لي هذه المنتجات. هذه المنتجات أو هذه الإعلانات هي الأفضل الآن على الفيسبوك التي قام أدسباي بتجميعها. كما ترون هنا، يمكن أن تدخل لأي منتج منه. ثاني شيء هو أن ترى الإعلان، تدخل مثلا للداخل، ترى هنا نرى بعض البيانات حول هذا الإعلان. يقول لك هذا الإعلان بالضبط بدأ في 17 من ماي، هذا هو العدد من اللايكات الذي ترون هنا، هذا عدد اللايكات الذي وصل إليه بعد كل فترة. تجد أن في 24 من ماي وصل إلى هذا العدد من اللايكات. أيضا بعد الصورة، مثلا هذا يقول لك هذه صورة من المتجر، لكن هذا لا يهم، لأنك يعني يمكن أن تدخل للمتجر ترى كيف يظهر المتجر. ترى هنا ديموغرافيك، يعني عدد، ترى يعني من استهدف أكثر بهذا الإعلان أو من ظهر له هذا الإعلان أكثر. يبدو أن النساء أكثر هنا بكثير عن الذكور. أيضا الدول، أستراليا، أمريكا، أيضا الفئة السنية هنا. هذا كل ما في الأمر أصدقائي، هذا ما نسيت أن أشرحه. أريد أن أقول لكم بعض الكلمات التي قد تفيدكم في البحث عن المنتج، لأنه كما قلت في الرابط الذي سأضعه أو وضعته أيضا في الفيديو السابق، سيكون لك الحق في اختيار 800 في مشاهدة 800 إعلان بالمجان. الآن رأينا المنتجات خاصة بالقطط، يمكن أن نرى منتجات خاصة بالكلاب. الكلاب أيضا أكثر منتجات، أكثر الحيوانات التي تباع لها منتجات. أضغط على بريفيو فقط ونرى المنتجات. كلمات أخرى يمكن مشاهدة كيتشن مثلا، ترى نضيع الوقت أكثر، أضغط على بريفيو كيتشن. بدنا هناك مشكل بالإنترنت. أخيرا عاد، كما قلت كيتشن، يمكن أن ترى العديد من المنتجات التي تباع بالكيتشن، فهي من أكثر النيتشات التي نجد لها منتجات جديدة كل بضعة أشهر. كما ترون هنا، أحيانا نجد منتجات قديمة نوعا ما لكنها لا زالت تعمل، مثل هذا. كما ترون هذا قديم نوعا ما، هذا أيضا لكنها ما زالت تعمل. من دون كيتشن يمكن أيضا نستخدم كلمات بين. بين الكل هي تعني الألم. كثير من المنتجات هنا تقول لك أنها ستحاول أن تزيل، أنها ستزيل لك ألم شيئا ما، ربما ألم الظهر، ألم العنق، ألم الركبة إلى آخره. يمكن بحث عن كلمة بين وترى المنتجات. كما ترون هنا، نجد كلمة بين، هذا لا علاقة له بالألم، لكن المهم ظهر لنا. ترون هذا منتج يحل مشكل ألم الركبة، لا يحل مشكل ألم اليد كمثال. وكما قلنا، يعني المنتجات التي تحل المشاكل هي أكثر المنتجات التي عليها طلب. دون بين يمكن أيضا نستخدم كلمة سليمن، يعني إنقاص الوزن. هكذا سنجد المنتجات خاصة بإنقاص الوزن. أو بيت، يعني تجمع القطط والكلاب والكل، أي حيوان أليف.
مطارا، منتجات عديدة. الآن الكل في المنزل، استخدم هوم ورك أوت أو ورك أوت، منتجات الورك أوت، يعني التمارين الرياضية في فقط نكتب التمارين الرياضية وسنرى كل الإعلانات دون نكتب التمارين الرياضية في المنزل. مثلا هذا إلى آخره، إن أردت أن تكون أكثر دقة نرى إن كنا سنضيف هوم، هل سيظهر لنا منتجات أخرى أم تنقص الإعلانات؟ الآن أيضا يوجد الكثير من البعض، يمكن أن نضع كلمات بيست مثلا، يعني الذباب وكل شيء، يعني من الحشرات وحتى الجردان. أنا دي ماركت تريد، سنجد هذا، أنا قديم دائما ما يعمل في كل فترة الصيف. أيضا ربما بعد عندما يخرج الناس سيعودون إلى الهانتين، اكتب هانتين كمثال. جاردن، لمن يعتنون بحديقتهم المنزلية. المنتج أعتقد أنه لا يعمل فعلا، هو منتج، يعني هذه مجرد خدعة، يبيع اللون بوضوح على أساس أنها تنمو وتصبح بهذا اللون. أيضا مثلا الجمل، نكتب كلمة سكين، مع أن منتجات الجمل فيها مشاكل كثيرة لكنها ما زالت تباع. ماركة أولي الآخر. كلمة أخرى مهمة، ديفايس تعني جهاز. مثلا هذا الجهاز، هذا مثلا الشاحن أعتقد، جهاز أيضا، جهاز، أي من الأجهزة، ربما آلة. ماشين تعني آلة، وهناك آلة. هذا إعلان يبدو بالفرنسية، يمكن أن تبحث عن إعلانات مثلا في فرنسا، كنت ستستهدف فرنسا من هنا، تضع فقط تبحث عن فرنسا هكذا، تختارها وتبحث فيها فقط. آخر كلمة مفتاحية سأشاركها معكم هي بيبيز، وفقط بيبي، كلمة طفل. الكثير من المنتج، الأمهات دائما عندما يلدون يريدون الاعتناء ب، يعني أقصى درجة بأطفالهم، لا يفكرون كثيرا، يشترون أي شيء لأجل أطفالهم، يمكن تبيع لهم المنتجات هنا. ترون هذا المنتج للأطفال، هذا بالفرنسية. سجل الكثير، لا أريد أن أضيع وقتكم بقطع الهبوط. أتم استهداف بيبيز، يمكن تستخدم كلمة مفتاحية interest على الفيسبوك هو new parents. new parents ستجد، سيطلع لك بين 0 حتى 12 شهرا، اختار هذاك لأن أولئكم أولياء الأمور الذين حظوا بطفل أو ولدوا طفل مؤخرا بين 0 و 12 شهر، وإنترست صغير أعتقد في 6 مليون، لا أستطيع التذكر، لكن هذا هو، والإنترست على الفيسبوك الخاص بالوالدين الذين لديهم طفل جديد.
لكم ما في العالم أصدقائي، كما قلت اختاروا دولة مثل فرنسا هنا من دون كلمة مفتاحية إن أردتم، أو تستخدمون كلمة مفتاحية فرنسية. ستجدون إن شاء الله منتجات يمكن تبيعها هناك، ستجدون أن هناك منتجات تباع بكثرة مثلا في فرنسا، ويمكن استغلال أن خصوصا كانت لغتك فرنسية جيدة. هناك دولة أخرى أصدقائي، دولة أخرى مهمة جدا لا يتكلم عليها الكثير من الأشخاص، أعتقد لا يتكلم عليها أي أحد على اليوتيوب على الأقل، هي البرازيل. البرازيل أصدقائي فيها العادي تشتري كثيرا من على الفيسبوك، صدقوني تشتري كثيرا. المشكل الوحيد هو أن البرازيل لديها الشحن البرازيلي يأخذ وقت كثير، لكن هم يشترون كثيرا. أيضا سي بي إم على دولة البرازيل هو رخيص جدا. هنا بحث عليه على البيبيز في البرازيل أعتقد. زي البرازيل زي الكلمة هذه هكذا. نزل يبحث لي عن البرازيل، عن الأطفال، سأعيد الكرم الأول، اختار البرازيل، بحث عليها هكذا. أحيانا يكون هذا المشكل، فقط عليك أن تضغط على زر ريفريش هكذا. نعود إلى زر الشوب ماب، أو يمكن أن تضع learn more، أحيانا يضعون في learn يضعون زر learn more. إعلانات لا زالت تعمل مثلا، شهدت آخر مرة بين 24، هذه شهدت آخر مرة بين 24 ماي أكثر اليوم الذي هو 29 ماي. كما ترون الآن تظهر لنا الإعلانات الخاصة بالبرازيل. سنرتبها بالشيرز، نسيت أن أرتبها كذلك. هذا كل ما في الأصدقاء. ادخل هكذا بعد التذهاب إلى الموقع مباشرة. صار المنتج يعني يمكن أن تستهدف فقط من يتكلمون اللغة الإنجليزية على في البرازيل، أو أردت نسخ ديسكريبشن كل شيء من موقع آخر يبيع نفس المنتج، توكل على الله. المهم أتمنى أن يكون الفيديو قد أفادكم، وفي الأسفل سأضع لكم 10 أفضل إعلانات وجدتها، سأبحث عليها لاحقا، سأضع هناك أفضل 10 منتجات يعني بإعلاناتهم. هذه كلمة المفتاحية أيضا، وأتمنى تشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد، ومع السلامة.